هاي بنات، الفيديو ده على السريع كده بسرعة عن البنات اللي كانوا طلبوا مني لفة الحجاب بتاعتي. مش عارفة والله بنات هي اصلا عاجباكوا ازاي. يعني انا ياما اتقال لي كلام كتير على لفة الحجاب بتاعي وقالوا لي ان هي وحشة وكده. عموما موضوع لفة الحجاب ده انت بتاخدي وقت طويل قوي على ما تقدري تحددي ايه اللي لايق على وشك، وكنت بقعد اعمل سيرش زيكم بالظبط وادور على لفة الحجاب اللي هتبقى لايقة مع الوش الطويل واجيبها كده شوية واعمل مش عارفة ايه شوية وقعدوا يقولوا لي البوز ده مش عارفة هيبين ان وشك طويل وتفاصيل كتير قوي كده. فالمهم يعني وصلت للفة الحجاب دي في الاخر، واللفة اللي حسيت ان انا في الاخر مرتاحه لها. يعني كنت لفيت حجاب كتير كتير كتير، وكنت ساعات بلبس الحجاب اللي هو التقيل شوية بس الفه كده على طول، بس فاينلي دي اللي وصلت لها في الاخر وارتحت لها. فقعدوا جربوا واحدة واتنين، وانزلي مرة بدي وانزلي مرة بدي وشوفي يعني هيجيلك تعليقات اكتر على اني واحدة. يعني الصراحة انتوا اللي حببتوني في لفة الحجاب دي من كتر ما هي عجباني. بس يا بنات يلا بينا على طول نبدأ التوتوريال بتاعت الحجاب ووريكو انا بلف حجابي ازاي، مع اني مش حاساه اللي هي بعمل حاجة واو يعني، بس يعني انا هساعدكم لو انتوا حابين تعرفوها، فهوريكو لفة الحجاب بتاعتي دي ازاي. يلا بينا على طول نبدأ. اول حاجة يا بنات بتلبسوا زي بندانة كده اللي هي بتبقى مش عارفة اسمها سوري تقريبا، بتبقى كده مطبقة على البشرة على طول عشان يعني تعمل زي نص دايرة كده فتدي شوية تدوير لوشي. وبلبس بعد كده البندانة دي، هي بندانة كده بيبقى فيها جزء من هنا كده ناشف شوية، بس انا كان عندي يعني واحدة تانية بيج واسود بس مش لاقيهم دلوقتي، بس it's okay. وبروح لابساها كده اوكي وبوقفها كده، اللي هما البندانات اللي بتبقى فيها حتة طرية كده اوكي، وبروح موقفها بالشكل ده. وبعد كده باخد الحجاب بتاعي اوكي، بعد كده يا بنات اروح ممشياها مع البندانة اللي واقفة دي اللي هي من تحت، وبروح عاملة زي تانية كده يعني صباعي كده اروح عاملة تانية كده اوكي، وبروح لفة دي كده عشان انا وشي طويل فببقى محتاجة ابين التفاصيل بتاعته. وبعد كده عادي بربطها بدبوس، بس لو الطرحة الناعمة قوي عادي ممكن البس تحتيها اللي هي الطرحة الكتان دي. وبعد كده بجيب الجزء ده كده، وممكن تسيبي جزء كده طويل وجزء قصير، وممكن تعملي الاتنين كده بس كده. يا بنات هي دي طريقتي في لف طرحتي، بس بسيطة يعني. لكن لو الطرحة ممكن حساها شيفون شوية او مبينة رقبتك، ممكن تلبسي تحتيها طرحة كتان تانية تغطي معاكي او تبقى الطرحة دي اتقل شوية. بس بعد كده هو زي ما قلت لكم بحاول اظبط بس دي مع دي كده، وبس كده هي دي لفة الحجاب بتاعتي. بس كده يا بنات الفيديو خلص، يا رب الفيديو يكون عجبكم واكون فدتكم بلفة الحجاب بتاعتي، ويا رب تكون سهلة عليكم، ويا رب تكون عجبت بنات كتير وهيبتدوا يطبقوها. ولو هتطبقوها عجبتكم قولوا لي شكلها بقى عامل ازاي عليكم، فعلا شكلها حلو ولا لا، او ابعتوا لي صور ليكم وانتوا لابسين شكل الحجاب ده، وهتفرحوني لو لقيتكم لابسينه زيي. بس كده يا بنات اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، والفيديو ده كان بس على السريع كده عشان اقول لكم على الحاجة اللي انتوا حابين تعرفوها، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.